تعتبر الرياضة الجبلية أحد أنواع السياحة البيئية التي أصبحت في الوقت الراهن محل اهتمام العديد من الشرائح في المجتمع، وهذا للفوائد الكثيرة التي تملكها. المزيد في هذا الرابورتاج. في أجواء رياضية بامتياز ينطلق هواة الرياضة الجبلية في رحلة سياحية لاكتشاف أسرار الطبيعة الجزائرية الخلابة. اليوم الرحلة تاعنا ستنطلق من بوسعادة من مسجد كبير إلى عين غراب عبر الحافلات، ومن الحافلات إن شاء الله سنتوجه عبر على الأقدام، مشينا على الأقدام إن شاء الله في إلى قرية العليك، وإن شاء الله المسافة فيها واحد 18 كيلومتر مشينا على الأقدام. الان الانطلاقه ان شاء الله رانا ننطلقوا ان شاء الله كما راكم تشوفوا بحضور جميع الاخوه اللي حاضر معنا. المسافه ان شاء الله فيها واحد 18 كيلومتر على جبل السرجة من جبل مساعد الى العليك ان شاء الله بحول الله تعالى. الحمد لله انا بدينا عمليه المشي ان شاء الله من عين قراب العليق. الحمد لله انا في اجواء جو مسمش، والله قال نعمه كبيره. السوف الوزن انا جينا اليوم نديرو في روندوني رياضه جبليه، وماذا بينا كامل الناس تخرجها ما نخلوهاش لينا، خاطر حنا هذو المناظر كي تجي تشوف لازم تعيشها، ما تقدرش تشوفها في التصاور. حتى ورانا نصوروا ونطلعوا في الفيسبوك، بصح لازم تعيشوها. ماذا بينا الناس كامل تخرج للطبيعه. منطقه سياحيه بكل امتياز، ومع معها كذلك رياضه جبليه، ومع الاحباب مع الاصدقاء الحمد لله. رانا مشينا حوالي 4 كيلومتر، درنا محطة التوقف لأخذ نفس جديد وشرب الماء والعصير، وبالتالي دوكي رايحين دوكا رانا مشينا كما راكم تشوفوا. لا تقتصر هذه الرياضة على الرجال فقط، بل النساء أيضا لهم نصيب من هذه المغامرة المشوقة. شوية تتعب، لازم تتعب، بس شفت المار شوف فيها لاكوت تتعب شويه، سي لو بوت، الهدف باه واحد ينشط شويه الجسم تاعو. الرياضات للتنفس بور ديغاجي لو ستريس، هذاك الضغط النفسي. الحمد لله النساء حاضرات ويمشوا، اون في دو لا مارش يمشوا اي اون اي فيير. مازالت كاينه حاضره المراه الجزائريه، كانت وما زالت. نحن الآن في المرحلة الوسطى من المسلك، وهذه المرحلة نلتقي فيها جميعا لكن أولا نضمن أن المجموعة كلها متواجدة ولم يفلت منا أحد إلى أدغال الغابة. لحظة راحة استجمام لمدة ربع ساعة أو نصف ساعة. كاين اللي جاب قهوه، كاين اللي جاب الجي، كاين اللي كذا، باه ينشط الانسان روحه. وهذه راه يعني تعتبر رياضه الانسان يعني يستفيد منها. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، يعني هذه قوه الابدان مع قوه الايمان ان شاء الله، والتامل يعني في هذه المناظر الخلابه. اهداف الرياضه الجبليه عديده ومتنوعه، منها الترويح من الضغوطات النفسيه. حاولنا نوثقوا الصور ولي فيديو باش الناس تعرف البلاصه، خاطر البلاصه هذه منطقه خلابه ومنطقه هايله بزاف. ان شاء الله نعطوا صوره مليحه لعين قراب بلي فوتو بكلش، لازم نديروا سياحه مليحه هنا، وان شاء الله كاع يحافظوا على البلاصه كاع هذه كاع هنا المنطقه كاع.
ماذا بينا كيما نقولوا احنا الوكالات السياحيه يستثمروا فيها، سورتو الوكالات السياحيه تاع المنطقه لهنا منطقه بوسعاده، انهم يستثمروا فيها قدر المستطاع، قادر لهنايا انك دير، قادر انك هنايا دير كيما نقولوا الانتاج نتاعك السياحي. الآن الساعة 5 بعد وصلنا إلى نقطة نهاية وهي بلدية ولتام والمكان على العليق. طبعا ذوك الحافلات يستناونا اللي هبطونا في نقطة الانطلاق، يستناونا في نقطة الوصول الآن وننطلقوا إلى مدينة بسعادة. بالنسبة للمشاركة تاع اليوم كانت مشاركة يعني قوية، ونتمنى إن شاء الله تعود مشاركة على مستوى الوطني، وهذه يعني تشجع السياحة الداخلية، يعني تشجع السياحة الداخلية بالنسبة للجماعة اللي يديروا لامارش اللي يديروا لي روندوني.